السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن البي ال سي اللي هو نوع من النوع سيمنز S7300. وليه النوع ده بالذات؟ لأن النوع ده هو اللي احنا هنستخدمه مع السكادا سيستم اللي هتبقى عندنا أو مع برنامج الوين سي سي. طبعا المفروض إن أنت تكون سطبت السيماتيك مانجر وتكون سطبت الوين سي سي فليكسبل اللي هو الاس بي 5. قبل كده احنا كنا شرحنا في كورسات سابقة شنايدر بي ال سي، وعرفنا معلومات كتير جدا عن شنايدر واشتغلنا عليها وطبقنا عليها تجارب كتير. في البي ال سي سيمنز تقريبا لغة البرمجة نفسها مش هتختلف كتير، ولكن التركيبة او الطريقة اللي بيتعامل بيها سيمنز مع البي ال سي بتاعه طريقة مختلفة شوية. احنا طبعا عندنا البي ال سي اللي اتصنع من خلال سيمنز انواع كتير جدا، منها البي ال سي اللي هو الاس ال 1200 وال 1500 والاس 7200 والاس 7300 والاس 7400، انواع كتير جدا سيمنز صنعتها يعني. طيب اللي احنا هنتعامل معاه هو اس 7300، وهو من النوع موديلر. يعني ايه موديلر؟ يعني كل حته في البي ال سي بتكون لوحدها وانا بجمعهم مع بعض في الاخر، ودي ميزه مهمه جدا بتتيح لي ان انا اجمع اي بي ال سي باي مواصفات انا عايزها، سواء عاليه او منخفضه او اللي انا عايزه. البي ال سي اللي قدامكم ده بي ال سي اس 7300 موديلر. قال لك ان سيمنز بتعامل البي ال سي، بتقول لك ان البي ال سي اللي قدامك ده عباره عن راك متركب في راك معين. طيب يعني ايه راك؟ الراك ده هو مكان فاضي ببتدي ارص فيه الموديولز اللي انا اشتريتها من سيمنز. يعني ايه؟ قال لك الراك الواحد بيشيل 11 مديول، تمام؟ الراك الواحد بيشيل 11 مديول. طيب ايه انواع المديولات اصلا اللي سيمنز بتصنعها؟ سيمنز بتعامل الباور سبلاي بتاعها ان هو مديول، بتعامل السي بي يو بتاعك كله على بعضه ان هو مديول، برضو بتديك انواع من المديولز اللي هي بتتعامل مع الاشارات. عندنا حاجه اسمها الاس ام مديولز اللي هي السيجنال مديولز، عندنا حاجه تانية اسمها الاف ام اللي هي الفانكشن مديولز، وعندنا الكوميونيكيشن بروسيسور مديولز، وعندنا الانترفيس مديول. بيقول لك ان الراك الواحد من سيمنز بيشيل 11 مديول. طيب هل الراك ده انا بركب فيه اي مديولز باي ترتيب؟ قال لك لا، قال لك انت بتاخد الراك من الشمال لليمين كده، بتبتدي ترص فيه الحاجه بتاعتك بالترتيب زي ما انا هقولك، تمام؟ قال لك اول جزء في الراك او اول بارتيشن في الراك اللي هو البارتيشن ده، الحته اللي قدامك دي، قال لك دي الخاصه بالباور سبلاي، يبقى اول جزئيه في الراك هي بتاعه الباور سبلاي. تاني جزئيه في الراك اللي هي الجزئيه دي اللي هي السي بي يو بتاعك اللي هو انت بتحطه هنا. تالت جزء بيتحط في الراك حاجه اسمها الانترفيس مديول. الانترفيس مديول ده اللي هو الاي ام، هنعرفه بعد كده. الاي ام ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم اللي انا لو انا عايز اوصل اكتر من راك مع بعض. احنا قلنا الراك الواحد 11 مديول، طب افرض انا عايز اكتر عن 11 مديول، يبقى لازم استخدم حاجه اسمها انترفيس مديول عشان توصل الراك الاولاني بالراك التاني. بس دي احنا مش هنتعرض لها في الكورس، يعني المكان التالت ده غالبا هنسيبه فاضي. طيب بعد كده بقى ابتدي احط الموديولز بتاعتي اللي انا عايزها، اللي هي ايه؟ سيجنال موديولز اللي هي الديجيتال انبوت والديجيتال اوتبوت زي البي ال سي العادي خالص، او ان انا استخدم حاجه اسمها الفانكشن موديولز. الفانكشن موديولز دي عباره عن مديول بيتعامل مع حاجات سبيشال شويه، يعني مثلا ممكن اشغل بيه سيرفو موتور، ممكن اشغل بيه ستيبر موتور، ممكن اقرا بيه انكودر بيكون فيه حاجه اسمها هاي سبيد كاونتر، وبيكون في حاجات ليها سبيشال فانكشن معينه. الكوميونيكيشن بروسيسور دي لو انا عايز اضيف مديول هنا يضيف لي خاصيه جديده للبي ال سي. يعني ايه؟ يعني مثلا البي ال سي ده انا عايز ابعت داتا منه لبي ال سي تاني عن طريق بروتوكول اسمه المود باص مثلا، فاروح اشتري مديول بيتعامل بيه المود باص واركبه وابتدي ابعت الداتا بتاعته، تمام؟ وده اشهر بروتوكول تقريبا موجود في الصناعه يعني اللي هو المود باص. طيب الانترفيس مديول احنا اتكلمنا عليه من شويه، مش محتاجين نتكلم عليه تاني. يبقى بالتالي يا شباب الراك الواحد في البي ال سي بيشيل لحد 11 مديول، من اول الباور سبلاي، وبعد كده السي بي يو، وبعد كده الانترفيس مديول، وبعد كده ايه الموديولز اللي بعدها. طيب اقدر اوصل كام راك مع بعض؟ قال لك اقصى عدد تقدر توصله مع بعض عن طريق الانترفيس مديول هو 4 راك، تمام؟ طيب
يبقى تاني عشان الناس ما تتلخبطش، يبقى بالتالي انا عندي الراك الواحد في البي ال سي بيبدا من اول الباور سبلاي وبينتهي بالموديولز اللي انا بتعامل معاه. اقصى عدد من الموديولز بحطه في الراك هو 11 مديول، تمام؟ طيب دي هنا 11 مش 8، اللي هنا دي 11 مش 8، انا هكتبها غلط. طيب وقلنا انواع المديولز المختلفه شرحناها، وقلنا الانترفيس مديول بيعمل ايه، واعتقد ان كده كل حاجه في البي ال سي اللي قدامنا ده احنا عرفناه. بيقول لك بقى الراك كله على بعضه بال 11 مديولز اللي فيه بيسمى ستيشن، عشان بس تعرف المسميات دي، عشان لما تيجي تتعامل مع برنامج سيماتيك مانجر هتلاقي في حاجه اسمها ستيشن، تبقى فاهم دي معناها ايه. طيب بعد كده هنخش على ايه يا شباب؟ هنخش على الموديولز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، او الموديول اللي هو الانترفيس موديول اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، وقلنا الانترفيس موديول ده احنا غالبا مش هنستخدمه في الكورس بتاعنا، الا بقى لو في مستوى متقدم شويه ممكن ان احنا نستخدمه. طيب الانترفيس موديول ده قال لك عندك نوعين منه، اللي هو الانترفيس موديول اللي هو 365، وعندك ال 360 وال 361. الانترفيس موديول ال 365 عيبه ان هو بيوصل اتنين راك مع بعض، ولكن المسافه ما بينهم ما تزيدش عن متر، تمام؟ يعني مسافه قصيره من الاخر، وبالتالي هو برضو ما يقدرش يوصل اكتر من اتنين راك بس. اما الانترفيس مديول اللي هو 360 و361 يقدر يوصل اكتر من اتنين راك، وطبعا احنا قلنا ان اقصى عدد من الراكات اللي انا هوصلها هم اربعه بس، وبالتالي لو انا هوصل اكتر من اتنين راك استخدم 360 او 361. طيب السيجنال مديول قلنا ان هو بينقسم لجزئين، عندك الديجيتال انبوت والانالوج انبوت والانالوج اوت، تمام؟ والديجيتال انبوت والديجيتال اوت. عندنا الفانكشن مديول قلنا ان هو بيستخدم في ايه، الكلام ده شرحناه. وقلنا السي بي اللي هو الكوميونيكيشن بروتوكول لايك مود باس، ودي برضو شرحناها وقلنا هي بتستخدم في ايه. وده الشكل الحقيقي للاي ام 365، وده الشكل الحقيقي للاي ام 360 او 361. ال 365 هتلاقي ما بينهم كابل، واحد منهم بيتركب في الراك الاساسي اللي احنا كنا بنشرحه من شويه، وواحد تاني بيتركب في الراك اللي جنبه عشان يوصلهم ببعض. طيب في معلومه كده المفروض ان احنا نقولها قبل ما نكمل. ال اس 7 1200 او البي دي سي اللي هو ال 1200 او ال 1500 دول بيشتغلوا على برنامج اسمه تيا بورتال، تمام؟ اما ال اس 7 300 وال اس 7 400 بيشتغلوا على السيماتيك مانجر، وممكن برضو يشتغلوا على التيا بورتال، ولكن السيماتيك مانجر خاص فقط بال اس 7 300 وال اس 7 ايه وال اس 7 400. طيب دلوقتي لو احنا عايزين نعمل بروجكت على البي ال سي، ايه اول حاجه انت بتعملها؟ بتروح تسال اليوزر بتاعك او اللي هيستخدم البرنامج بتاعك انت عايز تعمل ايه بالظبط. اقول لك مثلا والله انا عايز اعمل برنامج بحيث ان الموتور ده يشتغل لمده 5 دقائق، وبعد كده يفصل، وبعد كده السخان ده يشتغل، وبعد كده يفصل. بيشرح لك خطوات المشروع بالظبط. بعد كده انت بتاخد المعلومات دي من الاوبريتور او من اليوزر بتاعك، وتبتدي تعمل ايه؟ وتبتدي تروح تشتري المكونات وتوصلها مع بعضها، وبعد كده تروح جاي فاتح البرنامج بتاع البي ال سي بتاعك، وتبتدي ان انت تبرمج او تعمل البرنامج للراجل ده. طيب اول ما تفتح البرنامج بتاعك وتبتدي تبرمج لازم تختار بعض الحاجات، تمام؟ اول حاجه انت رحت اشتريت بي ال سي، ليه سي بي يو معين، وليه انبوت اوتبوت معينه ببارت نمبر معينه، وليه باور سبلاي معين، فلازم تروح على البرنامج بتاع البي ال سي تحدد كل الحاجات اللي انت اشتريتها هي اسمها ايه بالظبط. ودي الخطوه دي اسمها الهاردوير كونفيجريشن، ان انت بتخش على السيماتيك مانجر وتبتدي تحدد نوع السي بي يو تايب اللي انت اشتريته، ونوع الانترفيس مديول اللي انت اشتريته، وبعد كده هتبتدي تكتب البرنامج بتاعك بطريقه عاديه جدا، تمام؟ يبقى الهاردوير كونفيجريشن الحاجات اللي انا اشتريتها، ببتدي ان انا اعرف البرنامج ان انا اشتريت سي بي يو من النوع كذا بالبارت نمبر كذا، واشتريت انترفيس مديول في كام بينا ديجيتال وفي كام بينا انالوج، او بحدد له البارت نمبر على طول وهو ايه وهو بيجيب لي السبيكس بتاعته او المواصفات بتاعته على طول. طيب في الفيديو ده انا هكتفي بكده، وان شاء الله الفيديو الجاي هنبتدي نفتح السيماتيك مانجر ونبتدي نشتغل عليه ونشوف هنتعامل معاه ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله.